يعني ايه، في موجه كده من اللخبطه في الاحوال الجويه، امطار في بعض الاماكن، اسكندريه في مواجهه لنوه الفيضه الصغرى، استعدادات مكثفه من الحكومه هناك لمواجهه الامطار الغزيره. الهيئه العامه للارصاد قالت انه تم الاعلان عن يعني تعرض محافظه اسكندريه والساحل الشمالي الغربي النهارده لامطار غزيره وموجه من البر والرعد، وده طبعا هيعمل تراكم للمياه في الشوارع والميادين والأنفاق، وهيأثر على حركة الناس والسيارات، ويعني مسألة بقى حركة كمان شحن والتفريغ البضائع الموجودة وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم بعد هذه الموجة. تتعرض كمان اسكندرية يعني لخمس أيام مستمرة من الأمطار، فيها كمان رياح. خلينا نعرف دلوقتي الحالة الجوية في اسكندرية أخبارها إيه من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية. سعادة اللواء، لو تطمنا على الأوضاع في اسكندرية واستعداداتكم للموجة القوية من الأمطار. مساء الخير أولا، ومساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني لخصتي أربع أيام مرت بيهم اسكندرية، وهم أربع أيام خاصين بالفيضة الصغرى. الحقيقة الوضع دلوقتي كويس جدا. كان عندنا بدأت الأمطار الساعة 12 ونص، واستمرت 12 ونص صباحا، استمرت لغايه 5 مساء النهارده. وكانت مستمره ومن متوسطه الى غزيره. فطبعا في العديد من الشوارع كان حدث، اللي هي الشوارع الجانبيه حدث فيها ارتفاع لمياه الامطار، وده احنا شيء معتاد وعارفينه كويس جدا وبنتابعه كل سنه. وعندنا الشوارع الرئيسيه نجحنا نجاح تام الحمد لله، ان احنا ما فيش ولا شارع رئيسي من الشوارع الرئيسيه في محافظه اسكندريه توقفت فيه الحركه المروريه. حدث بعض البطء في الحركه المروريه، ولكن لم تنقطع نهائيا. الشوارع الجانبيه في بعض منها شوارع فيها صرف صحي متهالك وقديم، في شوارع ما فيهاش صرف صحي، ولكن تم عمليه التصريف المياه خلال ساعات من بدء كميات مياه الامطار. عندنا احنا اللي مهم جدا ان احنا نحب نوضحه، ان احنا عندنا المناطق الجديده اللي احنا عملنا فيها مشروع الاستراتيجيه المتكامله لفصل المياه الامطار عن الصرف الصحي. كل المواقع دي اللي كانت على كورنيش اسكندريه لم يحدث فيها اي مشاكل. المشاكل فقط كانت في الشوارع الجانبيه، والامر ده بالتنسيق مع الصرف الصحي وشركه المياه شغالين عليه من الساعه 5 لغايه دلوقتي. واعتقد ان الامور الحمد لله كلها بقت كويسه. عندي بكره الحاله المروريه، عندي بكره الحاله الجويه من خفيف الى متوسط، ولكن افضل من النهارده كتير، وعشان كده مش هنعطل المدارس. المدارس شغاله معانا بكره بشكل طبيعي جدا. طيب سعاده اللواء، لو ليا ان انا اسالك، لو حضرتك حاسس باختلاف في الوضع، السنه اسكندريه كل سنه بيحصل فيها موجات شبه دي، السنه دي حاسس ايه التقدم المحرز في مساله انه نسهل حركه الناس، نسهل حركه العربيات، شوارع كانت بتتقفل مثلا ما بقتش بتتقفل من الامطار؟ اولا لازم نعرفين ان في جهد بذل من الاجهزه التنفيذيه في المحافظه وشركه الصرف الصحي وشركه الميه. احنا عندنا اكثر من 140 الف شميشه ومطبق بيتم تطهيرهم خلال فتره الصيف كلها وقبل بدايه النواه. السنه دي كنا بنتابع هذه الشماش والمطابق بشكل جيد جدا، ده رقم واحد. الثلاث مشاريع اللي تم عملهم على كورنيش اسكندريه الخاصين بالاستراتيجيه المتكامله لاداره مياه الامطار استوعبوا من 8 الى 10% من كميات الامطار اللي نزلت علينا. لو شفنا ورجعنا وعقدنا مقارنه بين الشوارع اسكندريه العام الماضي وهذا العام، هنلاقي عشرات الشوارع الميه ما اثرتش فيها نهائيا، لانها دخلت معانا في المشروع الكبير اللي احنا بنعمله دلوقتي على مستوى محافظه اسكندريه. فهناك فرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. الصور الخاصه بالعام الماضي والعام اللي قبل موجوده، والصور عندنا موجوده. وده يخليني اقول لك يا ريت الدعوه لكاميرات القناه الاولى تشرفنا في اسكندريه في اي وقت، ومن غير ما تبلغنا تمر في الشوارع وتشوف احنا
بيحصل تكدس مياه وبيتم الصرف خلال ساعه او ساعتين، ده ما كانش بيقدر حد يعمله العام الماضيه. ده التغير اللي ممكن يلاحظه المواطن العادي اللي بيتمشى في الشارع هذا العام. ودي نقطة غاية في الأهمية سيادة اللواء، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية على وجود حضرتك معنا.